هي تنقلت في دول عربية دول مختلفة. نعم. بجوازها يعني هو. وكل دولة لها أجهزة مخابرات خاصة بها، يعني لماذا لم يستطيعوا أن يكتشفوا إذا هذه الشخصية متمكنة إلى أبعد الحدود ولديها يعني براعة في الاختفاء وفي خداع الآخر يعني. فإذا هي شخصية يعني مدربة على مستوى عالي من التدريب، وأيضا من الواضح أن لديها يعني لغة عربية متمكنة باللغة العربية بالإضافة إلى لغات أخرى مثل ما يعني قرأنا أنه لديها لغة روسية وإنجليزية وعبرية وعربية. فإذا هي يعني تقصدت أن تتقن هذه اللغات لأهداف معينة ولكي تحقق يعني مآرب تخدم يعني الجهة التي دفعت بها إلى هذه المناطق. دعيني أنتقل للدكتور الكحلاوي. مرحبا بك دكتور. جهة عراقية اعتقلت تشيركوف، 4 أشهر لاذى العدو الصهيوني بالصمت. ليش صمت؟ هل أن الجاسوسة أفرغت، أو هل أن هذه التي توصف بأنها باحثة على ألسن الكيان الصهيوني وأيضا الصحف الأمريكية، هل أفرغت صندوقه الأسود عن مهامها في كل من العراق وسوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دعني أحييك وأحيي ضيفك. مرحبا بك سيدة حليمة ومشاهدي قناة الأيام والعاملين فيها. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد العزيز، لو نظرنا من جانب الأمني نجد أن هناك خرق كبير، لأنه البلد مستباح وكثير من الدول تعبث تصول وتجول مخابراتها في العراق ولم يكن هناك رادع. هذا جانب. بالجانب الآخر نجد أن السيدة إليزابيث هي أنا في اعتقادي هي مجندة لهذا المجال. من الممكن أن تقيم أو يعني تعمل دراسة عن الوضع العراقي وكيفية اختراق المجتمع العراقي ونقاط الضعف في أماكن معينة وعند الشباب. من الممكن أن تكون هذه الدراسة هي دراسة لغربلة الشعب العراقي وإمكانيته وكيفية اختراقه والوصول إلى ما يريده الأعداء. وهذه النقطة جدا مهمة، لأننا نجد أن هناك ضغط كبير وهجمة كبيرة على الدول العربية والإسلامية وخاصة العراق، أن هناك هذه عملية الشواذ الذين هم بصددها، وهذا الجانب يريد أن يخترقوا الجدار القوي الذي يحافظ على البنية الاجتماعية عند الشعب العراقي وعلى الرأي يعني عن الرباط الديني الموجود عند الشباب وعند عند المجتمع العراقي. تحاول هذه المرأة حسب اعتقادي أنا أحللها من هذا الجانب أنها تريد أن تخترق الجدار القوي الذي هو يربط العلاقات الاجتماعية فيما بين أبناء الشعب العراقي وكيفية اختراقه والوصول إلى ما يريده. وهناك أبعاد كثيرة، ويفترض على الحكومة العراقية، وأنا يعني أحاول أن أوجه لوم يعني أنه يفترض عندما يأتي باحث من الخارج ويريد أن يقيم بحث داخل العراق عليه أن يتبع الطرق يعني نستطيع أن نقول الإدارية. مثلا يذهب إلى وزارة الخارجية، وزارة الخارجية تكلف الجهات بالضبط. هناك يفترض هناك سلسلة من الإجراءات يفترض أن تتخذ لكي نعلم ماذا تفعل وماذا تريد وأين تذهب. هذه الدراسة أنا سأقول لك مسألة وأنا يعني أتحمل، هي أنه أغلب الدراسات التي تقام في العراق خاصة الدكتوراه تذهب إلى الكونغرس مباشرة عن طريق قرص مدمج. هذه كلها هذا شو يعني دكتور؟ هذا يعني أنه البلد هو يعني هو هل يعني هذا جهد علمي أو جهد استخباري؟ هو هذا جهد استخباري، لأنه ما دام أنت تذهب دراساتك إلى هناك وخاصة الدراسات التي هي تخص البنية الاجتماعية البنية الدينية، بالإضافة إلى هناك كثير من الدراسات التي هي نستطيع أن نقول عليها هي مستقبلا تكون هذه الدراسات لبناء الصناعة العراقية الزراعة العراقية، هذه كلها تذهب إلى هناك. إذن هم يستفيدوا منك بحالتين. الحالة الأولى أنه أنت
يعلم ماذا يدور داخل البلد، والمسألة الأخرى أنه يستفيد من أبحاثك ودراساتك. عندما يبحث بهؤلاء الذين يحاولون أن يعملوا دراسات في العراق، هم لهم مآرب معينة، وإلا ما معنى أن تكون الدراسة وتذهب إلى الصلاة في صلاة الجمعة وهي بحجابها وتتحدث مع المواطنين؟ طبعا هي قيل أنها تنقلت بأكثر من محافظة، ربما حتى وصلت إلى محافظة ميسان. أقليم كردستان هي بي. أقليم كردستان قيل أنها معتادة على ارتياده. بالضبط لها زيارات كثيرة بالعراق. أيها الأحبة، عذرا لسلطان الوقت، تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان الجاسوسة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف تمثل رأس جبل الجليد، الكاتب الدكتور محمد العبادي. الشيخ الدكتور محمد العبادي: لا أدري من هي الجهة التي احتضنتها ووفرت لها الغطاء في التحرك لأخذ المعلومات عن جهة رسمية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. لقد أخفت هويتها الحقيقية في أنها كانت ضمن جهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي وتعيش في مستوطنة الداد قرب بيت لحم. أخفت هويتها في أنها التقت قادة المعارضة السورية وشاركت مع ثوار الناتو ضد الجيش العربي السوري، وجاءت للعراق أثناء التظاهرات في سنة 2019. أخفت هويتها في أنها انتقلت من جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش إلى الموساد الإسرائيلي لأنها تتمتع بمواصفات العمل فيه، مثل امتلاكها مهارات اجتماعية وامتلاكها لحافظة قوية مكنتها من إتقان 4 لغات: الإنجليزية والروسية والعبرية والعربية. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ضيوفي وترحيبي بضيوفي الأكارم. الأستاذة حليمة الساعدة نتنياهو يطالب بإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الحكومة العراقية للكشف عن مصير هذه السيدة. طبعا نتنياهو يتهم بشكل مباشر حزب الله وميليشيا، يسميها ميليشيا موالية لإيران. ليش حزب الله؟ تمام. أول شيء هم هاي الفترة اللي طولت 4 أشهر إلى أن بدوا يعني يعلنون، كانوا معتمدين على عيونهم ووكلائهم في العراق أنه هم يعني يتقصون مكانها ويستطيعون أن يخلصوها، لكن بعد أن عجزوا وما لقوا لها أثر اضطروا انه يعني يعلنون عنها، لان هاي الشخصيه طبعا عذرا سيده. طبعا الملفت في القضيه ان الصهاينه يقولون هناك عمل متضامن بيننا وبين الامريكان للبحث عن هذه السيده. نعم. يعني شوفي شوفي مستوى استباحه الارض العراقيه، هذا صلف سياسي. نعم. ليش؟ لانه هذا معناته انه هم ماكو احترام للسياده العراقيه. لان المفروض احنا، وهذا يعني ابجديات السياسات الدوليه، انه الجاسوس يعاقب ويسجن مثل ما سوت تركيا. نعم. عندما 7 أشخاص يعني شبكه مؤلفه من 7 أشخاص جواسيس لاسرائيل للموساد الاسرائيلي القت القبض عليهم، لحد الان هم ما قدروا يعني يطالبون بهم ولا يدرون هي تركيا وين مخليتهم. نفس الشيء بالنسبة لمصر، يمكن مصر أيضا في زمن السادات تم إعدام أو قتل جاسوسة، أعتقد جاسوسة أو جاسوسي شيء أيضا، طالبت طالبت بأمريكا، لكن قلنا إحنا تم تنفيذ الإعدام بها. فهذا هو هذا الأمر الطبيعي، إنه الجاسوس يعاقب يسجن. ربما بعض الدول تساوم، يعني تعمل يعني اكو دول تعتبر انه هذا الجاسوس ورقه ضغط على الدوله المعاديه. فاذا الجاسوس فد شيء قبيح وشيء يعني هو يعتبر انتهاك للسياده. مو انه مثلا امريكا واسرائيل بكل هذا التبجح تطالب بهم وتعتبرهم انهم مساكين ورهائن، لا. والمصيبه انه اكو بعض المدونين اللاوطنيين في العراق اعتبروها يعني مظلومة، واعتبروها انه هي حمامة سلام، وانه هي جاية مجرد البحث، وانه هذا تجاوز على يعني الاجانب في العراق. لا، مو هيك الكلام. هذه انسانة ما كان تم القاء القبض عليها لو لم تكن هناك
وقائع حقيقية ودلائل على جاسوسيتها، وأنه رئيس دولة أو العفو نتنياهو يعني يطالب بها واتهم جهة سياسية، لأن هو يعرف كل زين هو المن بعدها. هو ليش اتهم؟ أولا لأنه يعرف أنه هاي الجهة قوية قوية ومؤثرة في الساحة، لأنه لديها أجهزة مخابرات. مع أن الجهة المتهمة أنكرت علاقتها بهذا. ويعلم تماما أن هذه الجهة يعني لديها عيون ولديها مجساتها القوية في العراق، وهي يعني تعلم جيدا مكر إسرائيل وكيفية أو أساليبه في يعني التجسس على الدول. فلا يفوت هذه الجهة أنه تأتي امرأة بهذه الطريقة تحاول أن تستغفل الشعب بأكمله. الحقيقة يعني أعتقد أنه إليزابيث يعني جزء من مهامها التجسسية في العراق هي لاختراق الجارة إيران، لأنه تعتبر أن العراق حليف قوي لإيران، وأنه هناك علاقات قوية، وأنه هناك ارتباط ما بين جهات مقاومة معروفة بعينها مع العراق. فأرادت يعني من خلال أو من أهم مهامها في وتواجدها في العراق أنه تتقصى هذه المؤسسات أو هذه الجهات في العراق، ويعني من خلالهم تدخل إلى أو تأخذ معلومات عن الجارة إيران. فأنا أعتقد أنه إليزابيث كانت جاسوسة في العراق، لكن تعمل على مضمارين أو على جهتين، على التجسس على العراق والتجسس على إيران. ولا تنسى أستاذ العزيز أنه التجسس بالعراق من قبل إسرائيل ليس بالحديث، يعني من زمن النظام السابق عندما أعلنوا بأنه كردستان آمن كانت كلية نتذكر قضية بازوفت بالضبط، كان هناك يعني خلايا للموساد الإسرائيلي في كردستان دايني. ويمكن آخر ما توصلت إليه إيران بضرب خلاياهم أو مواقعهم في كردستان، هذا كان هو باختصار شديد أن المستهدف محور المقاومة. فإذن ليس بالعجيب أن نكتشف أن ربما إليزابيث مثل ما تفضل كاتب التقرير أنه هو رأس الجليد، يعني هذا اللي اكتشفناه إليزابيث، لكن كم إليزابيث لا زالت في بغداد، وكم رجل مجند من قبل إسرائيل والموساد في لم نلحظه لحد الآن. دكتور محمد عفو، أكو مصدر في الحكومة الروسية صرح لصحيفة كوميرسانت يقول أنها تعيش في إسرائيل، إليزابيث تسوركوف تعيش في إسرائيل منذ عام 1990 وتتعاطف مع هذا البلد، ولم يتصل أقاربها بوزارة الخارجية الروسية وهم اختاروا البلد الذي يعيشون فيه، وهذا هو الجواب على جميع الأسئلة. اختصرها شنو يعني؟ يعني هل أن روسيا تخلت عن مواطنتها التي تحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا؟ سيدي العزيز، نحن نعلم هناك مزدوجي الجنسية، إذا كان الشخص يعمل لجهة معينة الجهة الأخرى هي أعتقد تتخلى عنه، وهناك الكثير من الذين أسقطت جنسيتهم لأنهم تخلوا عن بلدانهم التي كانوا يعيشون فيها، وهذه هي من الناس الذين أنا أعتقد هي كذلك، لأنها كانت ضمن المنظومة العسكرية الأمنية في إسرائيل عام 2006 وشاركت بحرب عام 2006 ضد حزب الله، هذا لا ننسى. هي كانت مجندة يعني. نعم. إذن هي وتتباهى بذلك. إذن هي بعد هذا دخلت إلى الجانب الاستخباري، أصبحت من ضمن المنظومة الاستخبارية أو الاستخبارات العسكرية التي نعلم أنها المنظومة الاستخبارية التي موجودة في الجهاز الأمني، غير المخابرات التي بغطاء دولي. هذا الجانب نحن لو بحثنا أكثر نجد أن هذه المرأة عندما تخلت عن روسيا، هي روسيا لا تريد أن تثير مشكلة مع العراق، هذا جانب. جانب الآخر أن إسرائيل لها موقف مع روسيا أثناء الحرب أوكرانيا وروسيا، لأنه هذه وقفت مع إسرائيل إلى جانب أوكرانيا. فلذلك تجد أن تخلي عن هذه المرأة هي ضربة لإسرائيل،
هذا 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 جانب مهم جدا. بالإضافة إلى هذا نجد أن هذه المرأة عندما هي جندت وجيء بها إلى العراق كانت لمآرب كثيرة وليست هي الوحيدة، هناك من الممكن أن تكون لها أذرع، هي تكون الرأس لكن هناك أذرع، وهذه الأذرع هي التي تعمل هنا وهناك. وأنت تعلم أنه أي دولة هي تريد أن تعرف معلومة عن أي دولة من الممكن أن تبحث عن طعام العوائل ماذا تأكل وكيف تأكل وكيف تكون المائدة، هل العائلة كلها موجودة أم يأكلون فرادى، هذا كله يحسبون له حساب. أنت يعني عندما تنظر إلى جانب التجسس، أنا عندي مقال يمكن أيضا نشرته هو فيه تحدثت التجسس وعين الأجهزة الأمنية المعصوبة. أنا في اعتقادي أنه لم يكن هناك اهتمام من قبل الجانب العراقي بهذا هذا الأمر، لأنه هناك اختراق كبير للعراق منذ عام 2003 ولحد الآن. أنت تعلم أنه هناك دول جيبوتي والصومال وحتى ليبيا، أكثر من 11 جهاز مخابرات، حتى ليبيا التي يعني تعيش الأزمات لديها مخابرات وأجهزة استخبارية داخل العراق. لذلك نجد أن يفترض على الحكومة أن تعمل جاهدة في تقوية الجانب الاستخباري والجهد الاستخباري والجهاز المخابرات بالذات، لأن لو نظرنا أن الجمهورية الإسلامية التي هي جارتنا لديها جهاز استخبارات كبير جدا ولا يخترق، وتتعامل وتكون ند لبريطانيا ولأمريكا ويعتبر الأقوى في المنطقة، لماذا لا نستفيد من خبراتهم ونعمل بهذا الجانب ويكون لدينا أمننا كعراقيين نحافظ على بلدنا من الخروقات الخارجية؟ أستاذة حليمة، في طيات كلامك أشرت إشارة إلى الجهات التي تعاطفت مع هذه السيدة، السؤال هو من هي الجهات التي احتضنت ورعت وساعدت هذه السيدة التي تعمل على جمع المعلومات عن جهاز تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة اللي هي الحشد الشعبي؟ الحقيقة كثير من الذين يدعون بأنهم يريدون وطن، كثير من الذين يسمون أنفسهم نشطاء المجتمع المدني، لا ننسى ترى كانت مشاركة هي بالمظاهرات التشرينية، أيضا كثير من المدونين الذين يتقاضون رواتب من السفارة الأمريكية. هناك من هم يعني في طبيعتهم في داخلهم في حقيقة تربيتهم يوجد شذوذ، يعني فهذا الشذوذ يدفع بهم إلى التخريب، إلى محاولة تلويث المجتمع، إلى يعني لا يريدون لهذا البلد أن يستقيم. هي تحتاج إلى أدلة، تحتاج نعم إلى أكيد من يعرفها على الناس. الكحلاوي أشار إلى نقطة كلش مهمة اللي هي أنه إليزابيث صار لها فترة بالعراق. نعم. هذه الفترة شو سوت هي؟ نعم أكيد بطبع. شكلت خلايا، شكلت أذرع، أجندات، مجسات إلها في كل محافظات العراق وليس في الكردستان أو قيل أنها حتى ذهبت إلى ميسان، ثم أن بما أنه إيران جهة لا تخترق فربما إسرائيل قالت بأنه إذا لم نستطع أن ندخل إلى إيران نستطيع أن نستفاد من حلفاء إيران في التجسس على إيران. فهذا ايضا ممكن وارد، هذا الحشد الشعبي جهاز مقلق نعم. لاسرائيل ولدول الاستكبار، ايضا كيفيه تفكيكه يعني جمع نقاط ضعف، ربما محاوله اثاره الفتن داخل هذا الجهاز ربما هو جزء من مهمه اليزابيث. لكن انا اريد اشير الى نقطه مهمه جدا، يعني هل نحن الان يعني متعجبين بانه يعني وجدنا جاسوسه؟ نعم. انه خلص هاي لزناها بعد البلد خالي من الجواسيس. يا استاذ بالحكومه بالحكومات السابقه وربما حتى الموجوده حاليا هناك من يحمل يعني مزدوج الجنسيه. نعم. هذا الشخص كبار مسؤولين. نعم هذا الشخص ولاءه لمن؟ يعني هل هذا معصوم يعني وخلص هو يعني ما ينقل هذه المعلومات إلى الجهة التي ينتمي إليها؟ ما ينقل كل تفاصيل الدولة العراقية؟ فإحنا بس هو هذا الموضوع ربما لا يجوز على إطلاقه يعني. مخترقين. لا هذا واقع، هذا أمر واقع، هذا أمر واقع. ما دام أكو هناك، ليش أنا أجيب لك أمثلة؟ وزير التجارة، وزير الكهرباء أيهم السام الرائي، عندما نهب يعني مبالغ لا طائل لها وقالوا بكل صلف قال لهم ما حد يقدر
ليل يتابعني بالانتربول ولا واحد يقدر يخلي بحقي وثيقه نعم اعتقال انا جنسيتي امريكيه نعم بهذا يعني الكلام الواضح. فاذا انت يعني شنو مخليتك وزير داخل الحكومه العراقيه وانت تعمل لصالح امريكا؟ فالكثير من مزدوجي الجنسيه في الحكومه العراقيه ربما يعملون عمل اليزابيث. نعم هذا الكلام اقوله وانا اتحمل مسؤوليته. لكن احنا عندنا امل كبير بالشرفاء اللي بدأت تنهض وبدأت تاخذ دورها وبدأت تخاف على هذا البلد وبدأت يعني تحاول يعني تراعي الله في 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 اهل هذا البلد المظلوم. فاحنا ان شاء الله متأملين خير يعني. وهذه الحكومة بدأت يعني خطوات جميلة وخطوات قضية يعني ان تفعل المؤسسات الحكومية. لكن احنا ما ننسى يعني المربعات الاولى من حياة الحكومة أو من حياة الدولة العراقية ما بعد 2003. هناك مشاكل في موضوع الأمن، في موضوع الاستخبارات، في موضوع ضبط الحدود، في مواضيع الأجهزة الأمنية يجب أن تعالج. الأستاذة حليمة الساعدي، الدكتور محمد الكحلاوي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان إليزابيث تشوركوف تغير المفاهيم في العراق، الدكتور حيدر سلمان. الجاسوسة الإسرائيلية إليزابيث تشوركوف تمثل رأس جبل الجليد. الشيخ الدكتور محمد العبادي. لا أدري من هي الجهة التي احتضنتها ووفرت لها الغطاء في التحرك لأخذ المعلومات عن جهة رسمية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. لقد أخفت هويتها الحقيقية في أنها كانت ضمن جهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي وتعيش في مستوطنة الداد قرب بيت لحم. أخفت هويتها في معارضة السورية وشاركت مع ثوار الناتو ضد الجيش العربي السوري وجاءت للعراق أثناء التظاهرات في سنة 2019. أخفت هويتها في أنها انتقلت من جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش إلى الموساد الإسرائيلي لأنها تتمتع بمواصفات العمل فيه مثل امتلاكها مهارات اجتماعية وامتلاكها لحافظة قوية مكنتها من إتقان 4 لغات الإنجليزية والروسية والعبرية والعربية. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم الأستاذة حليمة الساعدي الكاتبة والباحثة السياسية، الخبير الأمني والمحلل السياسي الدكتور محمد الكحلاوي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. دكتور محمد، أكو فيديو تظهر به إليزابيث تشوركوف وهي تتحدث باللهجة العراقية، بعدين والعهد وشكو وماكو كذا، يبدو وكأنها ثاردة للعجز. وين أجهزتنا الأمنية المخابرات غيرها؟ نايمين؟ وين يدرون؟ طشت رشت. هذه المسألة يعني طبعا اكو سؤال سألتني عن انه اسرائيل لماذا لم تتحرك خلال هذه الفترة 4 أشهر. نعم لها مآرب معينة كانت ترصد الحالة وتبحث عن مخرج من هذا المجال لكي توصل فكرة انها كيف تتعامل مع هذه او انهم حاولوا انه يحصلوا عليها ولم يستطيعوا فارادوا ان يثيروا. هذا يؤكد ما ذهبت اليه الاستاذة حليم الساعدي من ان العراق ارض مستباحة بالضبط للعمليات بالضبط الجاسوسية. بالضبط. هس نرجع الى سؤالنا هذا. نعم. هذه المرأة هي لما كانت يعني مكوكية تذهب المناطق الجنوبية وتذهب المناطق الشمالية وتأخذ من الآخرين، حاولت أن تستدرج اللغة العربية بالصيغة العراقية لكي تتعامل مع المواطنين كأنها هي ذائبة في الشعب العراقي وذائبة في بالمجتمع العراقي وأنها تعمل دراسة عن هذا الشعب لكي تبين أن هذا الشعب كم هو جيد، كم هو طيب، كم هو هذا الظاهر للصورة. لكن كانت الخفايا هي أكبر من هذا، وهناك دس كما يدسون السم في العسل، تريد أن تأخذ ما تأخذه لكي تستفيد من الجهات التي تعمل إليها. هذا الجانب الذي هو أنا قلتها قبل قليل أنها ذهبت إلى مدينة الصدر وتحدثت مع الشباب وكانوا مرحبين بها وكانوا يتعاملون معها على أنه هي ضيفة وضيفة عزيزة، ولكن لا يعلمون أنها هي تأخذ ما تريد
من هذه اللقاءات لكي توصل إلى الجهات التي بعثتها. وهذا البحث الذي تعمل عليه هو هذا بيت القصيد. نحن لا نكون سدج ونتعامل على أنها تعمل بحث للدكتوراه. الكثير يعملون بحوث للدكتوراه عندما يذهبون إلى الدول، وخاصة نحن زملائنا ذهبوا، عندما يذهب إلى الجامعة، والجامعة هي التي تلتزمه وتخصص له أستاذ، وهذا الأستاذ هو الذي يتابعه ويتابع إجراءاته التي يعمل عليها. لذلك ويبقى مراقبها. بالمناسبة هذه المرأة كانت منفلتة، لم يكن هناك من يراقبها، ولم يكن هناك من يتابعها، ولم يكن هناك من يوقفها عند حدها عندما تتعامل مع هذه صغار الأمور. أنت تعلم أن صغار الأمور هي هذه النتيجة الحتمية لوجودها، لأنه صغار الأمور هي التي تؤدي إلى كبار الأمور. من الممكن أن يكون هناك رصد كبير لكل المجتمع العراقي من خلال الجزئيات البسيطة التي تتعامل مع هذه المرأة، وحاولت أن تأخذ ما تأخذ. ولهذا السبب وصلت إلى حد أنه توبعت من قبل الجهات الأمنية الخاصة، وليس الجهاز الأمني الكبير الذي نتحدث عنه نقول مخابرات والاستخبارات وغيرها، وإنما جهة أمنية معينة ضمن، وأريد أن أقولها وبملء فمي، من الحشد الشعبي. هذه الجهة التي تابعتها وهي التي وصلت إليها وهي التي يعني تمسكت رأس الخيط وبدأت أن تتعامل بهذا المجال. ولا تنسى نحن حاليا لدينا القدرة على أن نتعامل معها مباشرة، لكن هناك قضايا دولية من الممكن أن يوصل إليها الشعب العراقي أو الجهة التي مسكتها. أستاذة حليمة، بما أنه المقطع اللي طلع عن مقال الدكتور محمد العبادي، بودي أن أرجع للسؤال حول هذا. الدكتور محمد العبادي يقول أخفت هويتها عن هذه الجاسوسة الإسرائيلية، يقول أخفت هويتها في أنها انتقلت من جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش إلى الموساد الإسرائيلي، لأنها تتمتع بمواصفات العمل فيه، مثل امتلاكها مهارات اجتماعية وامتلاكها لحافظة قوية مكنتها من إتقان أربع لغات: الإنجليزية، الروسية، العبرية، العربية، ولديها قدرة على التشخيص والتحليل والاستنتاج. أنت كثيرا ما تحدثت عن أن هذه المرأة لم تكن باحثة، وإن كان عنوانها باحثة، إنما هي جاسوسة تعمل لدى الموساد. نعم، أول شيء هم الموساد الإسرائيلي أكيد ما يختارون شخصيات غنية، أكيد لازم تتمتع بمواصفات فائقة، ويدخلوها باختبارات ويدخلوها بتدريبات وتمارين، ويعني إلى أن توصل إلى المستوى المطلوب. فمسألة أنه هي يعني يختاروها أيضا لأنه حافظتها قوية وتستطيع أن تحفظ أكثر من لغة، فهذه من شروط الاختيار للجواسيس. الحقيقة يعني أعتقد أن هذه الجاسوسة جاءت لترسم خرائط في الجانب الشيعي، أعتقد تحديدا، لأنه هم حاليا يدعون إلى الانحلال وإلى اللا أخلاق وإلى الرذيلة، لكن العراق بقى يعني بقي صامدا أمام هذه الموجة، موجة الانحلال وموجة الـ يعني شلون اقول لك يعني شرعنة الرذيلة. نعم، فأرادت ان تخترق هذا المجتمع، ربما يعني اخذت خرائط على ارض الواقع للمناطق الرخوة في العراق، ربما اخذت خرائط للمناطق الاكثر التزاما، يعني من خصوصا قيل ان الأسئلة التي كانت توجهها كانت تستهدف فيها مثلا معلومات عن الحشد الشعبي او عن بالضبط، يعني هي اكيد يعني اسرائيل شغلها الشاغل تفتيت المذهب الشيعي في العراق او الفصائل الشيعيه في العراق، لانها يعني هذه هي العقبه الكؤود يعني امامها. لكن بالنسبه لإيزابيث وامثال إيزابيث، يعني اذا يريدون يتحركون واذا يبحثون عن المستنقع الدافئ اللي يتكاثرون به، فاكيد هي منظمات المجتمع المدني. فمنظمات المجتمع المدني، بس احب اذكر لك حادثه. بال 2004 بعد السقوط مباشره،
أنا كان عندي منظمة مسجلتها اسمها احترام الرأي والرأي الآخر رقم 5. نعم. فكانت بهذيك الفترة الـ NGO بدأت تسجل منظمات. فأشوف أنه لما يمل دائرة التسجيل بعض يعني المسؤولات أو رؤساء المنظمات أو رئيسات المنظمات يتحدثون بأنه خلي نروح للشمال الخوامنة ناخذ حصتنا ونجي خوامنا بالشمال خلي نروح احنا ناخذ والله ويا بنتي شنو هذا الذهب اللي لابسته والله رحت الخوالي بالشمال وانطاني ورضاني هذا اختراق واضح انا يعني. ما افتهمت بذيك الفتره شنو الخوال يعني كنت يعني كلهم عندهم خوال بالشمال هذا اختراق واضح يعني هذه منظمات ليست منظمات الخوال السفاره الاسرائيليه الموساد الاسرائيلي السفاره الاسرائيليه من زمان المنظمات المجتمع المدني خلي اقول لك وأعلى مسؤوليتي 95% من منظمات المجتمع المدني عندهم ارتباط باسرائيل وبالسفارات الامريكيه والاوروبيه وما الى ذلك طبعا وكل تمويلهم من هذه الجهات وطبعا الاهداف واضحه امريكا ما تدب فلوس بالشارع ولا اسرائيل تدب فلوس بالشارع اكيد اكو يعني وراها فد مآرب يعني فاذا احنا على الدوله العراقيه وعلى المخابرات واجهزه الاستخبارات وكل الاجهزه الامنيه انه تعيد تنظيم نحن تنظيم المنظمات المجتمع المدني عند قراءتنا استاذه عند قراءتنا عن الحرب الناعمه وجدنا ان هناك تاكيدا على دور منظمات المجتمع المدني في انجاح مساعي الحروب الناعمه لتغيير البنيه الثقافيه للمجتمع دكتور محمد عندي دراسه عن الحرب الناعمه دكتور محمد اخبار تفيد بأن هناك ضغوطا سياسية عراقية تمارس على الحكومة للسعي من أجل إطلاق سراحها ليش؟ هل أن هناك أمرا خفيا يراد التغطية عليه أم أن في الأمر إن وكل البلاء من نتي إن هو كل البلايا من إن هذه يا سيدي أنت تعلم أنه هناك أشخاص لهم ارتباط بإسرائيل مباشر وهناك أشخاص لهم ارتباط مباشر مع أمريكا وهؤلاء لا يريدوا أن تتضرر مصالحهم ولهذا السبب نجد أنهم مندفعين ومستميتين على أن تخرج تلك المرأة لكي لا تفضح هذه الشخصيات وتبين أن لها علاقة مباشرة وهم يعملون ليل نهار وأنت تعلم أن هناك جهة التي هي معلومة ونقولها أنه في كردستان توجد سفارة إسرائيلية وانا يعني احد الاشخاص باعرقي قال لي اياها ما اسم نحكيها بالعربي بالعراقي باعرقي يشتري رقي من هناك يقول فتت بشارع رافع علم الاسرائيلي سفاره اذا كل البلد مخترق كل البلد من عندنا هسه فاحنا يا ان نحكيها نقولها انت سيدي العزيز يفترض ان مثل كما قالت السيده حليمه يفترض اعاده المنظومه الامنيه عذراً اعاده ترتيب عذرا لسلطان الوقت الدكتور محمد الكحلاوي الله يبارك فيك خبير الامني والمحلل السياسي وعضو مركز القمه شكرا جزيلا الاستاذه الباحثه والمحلله السياسيه حليمه الساعدي شكرا جزيلا ايها الاحبه كتب معد البرنامج الاستاذ قاسم العجرش الخاتمه التاليه المرجح أن رسائل غير مباشرة وصلت إلى تل أبيب تكشف عن معرفة الجهة التي اعتقلت سوركوف بكافة التفاصيل المتعلقة بجنسية ونشاط وارتباط من تدعي إسرائيل أنها مجرد باحثة وتجول في مناطق سورية وعراقية لإجراء أبحاث أكاديمية وباختصار وحسب المرجح فإن هذا الكشف هو ما دفع نتنياهو للإعلان أولاً عن اختطافها في العراق محملاً الحكومة العراقية مسؤولية أمنها وسلامتها عجباً وهذا اعتراف إسرائيلي رسمي بمهمة تشوركوف شكراً وإلى لقاء آخر.